أهلا بكم من جديد. نواصل تقديم هذه النشرة من تلفزيون النهار، وبالعودة من جديد إلى خبر وزارة الري والاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. ينضم إلينا هاتفيا الدكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية. دكتور خالد، تحياتي لك. تحياتي لحضرتك المشاهدين. ما هي آخر تطورات الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي؟ يعني الاجتماعات هي الجلسة الثانية انتهت خلاص، يعني نعم. يعني يوم الجمعة مساء خلصنا كده الاجتماع الثاني، وموجود غدرة مسافرة لبلادها على أن تلتقي بعد 10 أيام في الخرطوم بعد دراسة العطاءات المقدمة للمكاتب التشريعية السابعة. الخطوة القادمة في الخرطوم كمان 10 أيام. ده بالنسبة للاجتماعات هي سد النهضة. يعني أنا بس عايز أقول إن الخبر اللي في دول النهاردة إن اللجنة الوطنية لسد النهضة مستمرة، لا الحقيقة ده مش دقيق. خلاص اللجنة سافرت والأعضاء كل واحد بيشتغل على مصدرات العطاء خلال الأيام دي. لكن اللي شغال حاليا في القاهرة هو اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية، وده شيء مختلف. يعني ده مرتبط باتفاقية 59 ومرتبط بالانتفاع مياه النيل بعد بناء السد العالي. ده نشاط مصري سوداني ثنائي فقط ومستمر منذ 54 سنة عام منذ بناء السد العالي. نعم، لا علاقة له بسد النهضة الإثيوبي. لا لا لا، ملهاش علاقة بسد النهضة. ده موضوع سد النهضة موضوع ثلاثي، مصري سوداني إثيوبي. لكن اجتماعات الهيئة ده موضوع ثنائي بين مصر والسودان. وهناك أمال إن شاء الله إن الاتفاقية اللي تمت وعلى أساسها الهيئة اللي هي المصرية السودانية، إن في المستقبل لما موضوع سد النهضة يتم حله ان يضم مصر والسودان والاثيوبي. يبقى شيء طبعا بالنسبه لنا شيء رائع جدا ان يتم تعاون وضف الميه، ويكون نموذج المصري السوداني هو نموذج للتعاون مع كل دول صدرنيه. نعم، بعد 10 أيام ماذا سيحدث تحديدا في الخرطوم دكتور خالد؟ حاليا احنا بعتنا المكاتب التشريعيه عشان تتقدم بمصادرات العطاء. عشان نختار مكتب تشريعي لابد من ضمان جودته وقدرته وكفاءته على التنفيذ في اقصر وقت ممكن. فبالتالي طالبين مستندات عطاء من المكاتب تبعتها. هذه المستندات يتم دراستها عشان نقيمه عدد الاستاف اللي شغالين عنده، قدرته على التنفيذ، امكانياته، خبراته. فده اللي بيحصل خلال هذه الفتره عشان نقدر نقيم ونختار المكتب اللي يستطيع ان هو يؤدي الدراستين المطلوبين. نعم، الدكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزاره الري، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من المتابعة بخصوص وزارة الأوقاف، وأنها أكدت أنها حصلت على من وزارة العدل على صفة الضبطية القضائية، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف. دكتور محمد عبد الرازق، تحياتي إليك. أهلا أفندم، أهلا وسهلا. ما هي تفاصيل حصول وزارة الأوقاف على ضبطية قضائية بخصوص 100 من المفتشين والمراقبين لضبط المنابر؟ هو حضرتك مأمور الضبطية القضائية بوزارة الأوقاف مهمته هو تفعيل القرار الصادر من رئاسة الجمهورية في مايو الماضي، حيث يقوم مأمور الضبطية القضائية بعمل محضر في قسم الشرطة الذي يقع به المخالفة لمن يعتلي المنبر بدون ترخيص من وزارة الأوقاف. ثم بعد عمل هذا المحضر ينتقل به على الفور إلى النيابة المختصة الموجودة في نفس المكان الذي وقع به المخالفة. تم بالأمس أن ذهب معالي وزير الأوقاف إلى وزير العدل وقدم له 100 اسم من المفتشين والقياديين ومدير العموم ورؤساء الأقسام، أي الذين لا يصعدون المنبر لأداء الخطبة، لأنه لا يجوز استخراج صفة الضبطية القضائية للإمام حيث أنه يقوم بإلقاء الخطبة. نعم. صفة الضبطية القضائية تمنح من مدير عام، فمدير إدارة، فرئيس قسم، فمفتش، فمفتش أول، وهكذا. عددهم 100. بعد ذلك إن شاء الله سيتم عمل دورة تدريبية لهم لكيفية كتابة المحضر ومتابعة المحضر عن طريق وزارة العدل، وبعدها مباشرة سوف
يؤدون أعمالهم. نعم، قبل صدور هذا القرار دكتور عبد الرازق، قبل صدور هذا القرار كيف كانت تتم عملية منع من هم غير مختصين بالصعود إلى المنبر؟ نعم، كانت تتم أيضا عن طريق المفتشين في المناطق بالمدريات وجهاز يسمى بجهاز التفتيش العام والتفتيش الدعوي والمتابعة الفنية في جميع المدريات. كان المفتش هو الذي يقوم بعمل مثل هذا المحضر لمن يعتلي المنبر بدون قيد أو لمن يهاجم مؤسسات الدولة الرسمية. كان من الممكن أن يتم تحويله إن كان موظفا بالأوقاف إمام وخطيب، كان يتم تحويله إلى الشؤون القانونية. نعم، وما الفرق بين الخطوتين؟ الفرق بينهما أن مأمور الضبطية القضائية المفتش كان يقوم بعمل المحضر، وربما المحضر يمر عليه أيام طوال. نعم، كما حدث بالمنيا في واقعة فضيلة الشيخ حسين يعقوب، يعني المسافة بتطول. أما مأمور الضبطية القضائية فعلى الفور بينتقل لعمل المحضر ويأخذ هذا المحضر الإداري من قسم الشرطة مباشرة في نفس اليوم في نفس اللحظة، ويذهب به إلى النيابة العامة التي تبت في هذا الموضوع وتقوم بتحويله إلى المحكمة أو إلى كذا. هو إسراع إجراءات. نعم، الدكتور محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل النهار اليوم نقلا عن مصادر أمنية بشمال سيناء بأن القوات الجيش الثاني الميداني قتلت صباح اليوم 9 عناصر من أعضاء تنظيم أنصار بيت المقدس خلال حملة مداهمات لإحدى البؤر الإرهابية جنوبية مدينة العريش. وأضافت المصادر أنه تم أيضا ضبط 4 آخرين من المشتبه بهم، بالإضافة إلى تدمير عدد من العشش التي تختبئ بها عناصر التنظيم. وكان 6 من رجال القوات المسلحة قد استشهدوا أمس، وأصيب 5 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركباتهم بمنطقة السبيل على الطريق الدائري بالعريش. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا مراسل النهار اليوم في سيناء يسري محمد. يسري، بعد التحية، ما هي تفاصيل حملات المداهمات بشمال سيناء ونتائجها؟ بالفعل يعني هذه الحملات لا زالت مستمرة حتى الآن، حيث تقوم قوات من الجيش الثاني الميداني مدعومة بالعربات المدرعة بعمليات مداهمات موسعة لمناطق المزارع التي تقع جنوبي مدينة العريش، والتي تقول عنها أجهزة الأمن بأن هذه الأماكن يختبئ بها عدد كبير من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، وهم الذين يقومون بشن هجمات وزرع إبوات ناسفة في الطرق التي تستخدمها آليات الجيش والشرطة في مناطق جنوبي العريش. حتى الآن الحصيلة هي مقتل 9 من الإرهابيين بالإضافة إلى القبض على 2 آخرين. أيضا يعني تقول السلطات أو تقول المصادر بأنه قد تم تدمير عدة بؤر إرهابية عبارة عن عشش ووسائل تنقل كانت تستخدمها هذه العناصر الإرهابية. أيضا العمليات لا زالت متواصلة في مناطق أخرى جنوبية الشين طويل وجنوبية مدينة رفح. نعم، يسري محمد مراسل النهار اليوم في سيناء، شكرا جزيلا لك. نجحت مديرية أمن مطروح في ضبط 1,009,400 قرص مخدر من عقار ترامادول كانت بحوزة تاجر مخدرات في سيوة، وكان ينوي توزيعها في محافظات الجمهورية. وتكثف أجهزة الأمن حاليا جهودها للقبض على هذا التاجر الذي فر هاربا فور شعوره بقدوم القوات. يعقد معهد البحوث الفلكية اليوم المؤتمر العربي الرابع في الفلك والجيوفيزياء برعاية وزير البحث العلمي الدكتور شريف حماد، وبحضور وزراء البحث العلمي السابقين وعدد من العلماء المتخصصين. ويبلغ عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر 140 بحثا، منها 42 بحثا من الدول العربية. ويشهد المؤتمر الذي ينعقد على هامشه عدد من ورش العمل، يشهد عرضا لأحدث إصدارات المعهد ومعرضا لأجهزة التنقيب والرصد لبعض الشركات العلمية، بالإضافة إلى تكريم أساتذة في مجالي الجيوفيزياء والفلك من مصر والعالم.
المؤتمر ده هو زي ما انتم شايفين الجمع غفير جدا، جاي ناس من دول عربية، حوالي 8 دول عربية، جاي من دول أجنبية بدعم من منظمة اليونسكو الدولية، اللي بيمس قضايا التنمية في مصر، بيمس كمان قضايا بتهم العالم العربي والإسلامي، زي يعني استطلاع الشهور العربية وازاي نحن كلنا نبقى، دي قضية مهمة جدا، احنا ازاي نبقى متوحدين كلنا كمسلمين، فدي بداية الحلول اللي احنا نبقى فيها مع بعض. أعلن وزير الآثار الدكتور ممدوح الضماطي فتح متحف المجوهرات الملكية بالمجان لسكان الإسكندرية حتى منتصف نوفمبر. ويضم المتحف الذي أغلق لدواع أمنية في أعقاب ثورة يناير، يضم أكثر من 1000 قطعة تعرض منها 683 أهمها تاج الأميرة شويكار الزوجة الأولى للملك أحمد فؤاد والمصنوع من البلاتين المرصع بالماس واللؤلؤ، وتاج الأميرة فريدة الزوجة الأولى للملك فاروق. نتابع. استعادت الأسكندرية قصر مجوهرتها الملكية الذي يقترب من إكمال 100 عام، تحفة فنية نفضت عنها عروس البحر الغبار لتتلألأ 1000 قطعة أثرية تخص العائلة العلوية في قلب الأسكندرية للمرة الأولى منذ ثورة يناير في المتحف الذي اكتمل بناؤه عام 1923 على يد الأميرة فاطمة، بعد أن بدأته والدتها السيدة زينب فهمي عام 1919، وتم تحويله إلى متحف عام 1986. متحف المجوهرات بيعطي إضافة جديدة لفترة محددة، عصر الدولة الحديثة، عصر أسرة محمد علي، فبالتالي استكمال للدورة السياحية وللتاريخ الحضاري لمصر من خلال هذا المتحف. تم ترميمه في فترة طويلة من خلال المقاولين العرب، وكان الفترة من 2003 حتى 2010. لما أغلق هو كان منتهي ترميمه بالفعل، لكن في عدة افتتاح اتعمل صيانة مرة أخرى، دعم لكل كاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية، دعم آخر للفاترين العرض، وتم افتتاحه الحمد لله في فترة تعتبر وجيزة في خلال 3 شهور. زينت أسقف القصر وجنباته بتلك اللوحات الفنية التي بنيت على الطراز الأوروبي لتكون شاهداً على جزء مهم من تاريخ الأسكندرية. تعلو نوافذه لوحات فنية من الزجاج الملون، ويضم قطعاً من أروع مجوهرات وحلي العائلة المالكة. ستتاح هذه القطع بجمالها الآسر لأهل الأسكندرية بالمجان الشهر المقبل، وستكون فرصة لهم ولغيرهم للتعرف على سنوات لا تنسى من زمن مصر الجميل. حال عبد المقصود، النهار اليوم. وإلى حالة الطقس، حيث يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.